هنتكلم النهاردة عن الاتروماتيك اكستراكشن، واللي معناه باختصار ان احنا عايزين نطلع بنتيجة زي دي، انتكت سوكت وولز وسوفت تيشو من غير اي انجري او لاسريشن على الاطلاق. الكونفنشنال تكنيكس ممكن تسبب دامج للسوكت وول، خاصة الباكر بليت اوف بون، وده هيزود كمية الريزوربشن ويعمل لنا هوريزونتال ديفكت في الريدج، وده يضطرنا ان احنا نعمل ماسيف اوجمنتيشن عشان نقدر نحط الامبلانت ان بروستاتيكلي دريفن بوزيشن. ده غير ان الاتروماتيك اكستراكشن ضروري في حالات الاميديت امبلانت بليسمنت. الدامج الناتج عن الكونفنشنال اكستراكشن بيرجع للتكنيكس والانسترومنتس اللي احنا بنستخدمها. ادوات زي الفورسبس والاليفيتور والوركينج اند بتاعهم ريجيد وضخمه، وده بيسهل ان هم يعملوا دامج للسوكت اثناء الاكستراكشن. بالنسبه للفورسبس، فاحنا بنحاول نعمل ديب ابيكال جريب، البيكس بتاعها ممكن تسبب دامج للالفيولار بون كريست. ده غير ان احنا بعد كده بنحاول نعمل اكسبانجن امباكل اند لينجوال دايركشن، وده بيعمل فراكشر الباكل بليت اوف بون في بعض الاحيان. بالنسبه للاليفيتور، في ايا كانت الطريقه اللي هنستخدمه بيها، دايما هو بيحرك السنه ان لاترال دايركشن اند ان كرونال دايركشن. احنا مش عايزين يحرك السنه ان لاترال دايركشن، عشان ده اللي بيسبب الاكسبانجن اللي بيعمل الدامج اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. كل تكنيكس الاتروماتيك اكستراكشن اللي هنتكلم عنها بعد كده بتركز على انها تشيل السنه من غير ما تعمل اكسبانجن، عشان نتجنب ان احنا نكسر الباكل بليت اوف بون اللي زي ما هي باينه في الاكس راي رفيعه جدا. لكن قبل ما نبدا نتكلم عن الاتروماتيك اكستراكشن تكنيكس، ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتقول لنا رايك في الكومنتات. هنبدا بابسط انسترومنت فيهم، وهي البريتوم. البريتوم عكس الاليفيتور في كل حاجه، بدايه من ان سمكه قليل جدا، نص ملي، نجري ان هو مصنوع من نيكل تايتانيوم عشان يبقى very flexible، والتب بتاعته احيانا بيبقى فيها serrations عشان تسهل البنتريشن. الهدف منه ان هو يبقى عامل زي البليد، يقدر يدخل ما بين الروت وما بين الالفيولار بون عشان يقطع البريدونتال ليجامنتس لحد ثلثين الروت، وبكده يبقى من السهل ان احنا نشيل السنة باي هاند او باي فورسبس من غير ما نعمل اي دامج. المشكلة الوحيدة من الانسترومنت دي ان هي محتاجة جنتل مانوفر عشان ممكن تتكسر. تخيل ان هي اللي ممكن تتكسر، مش الروت ومش الالفيولار بون. ده غير ان هي بتاخد وقت طويل شويه على ما نقدر ان احنا نقطع البريدونتال ليجمنت حوالين السنه بما فيه الكفايه. كل الانسترومنتس اللي جايه بعد كده بتعتمد على نفس الفكره، ان احنا نقطع البريدونتال ليجمنت عن طريق تيب معينه شبه البريتوم، لكن باضافه نوع معين من القوه والفايبريشن اللي بتسهل على التيب دي ان هي تخترق البريدونتال ليجمنت اسرع شويه من غير ما تاخد الوقت الطويل اللي البريتوم بياخده. واحدة من التكنيكس دي ان انت تستخدم مالت مع البريتوم. ايوه زي ما سمعت كده، انت تستخدم مالت عشان تخبط على البريتوم فتسهل ان هو يدخل البريدونتال ليجمنت وتقلل الوقت اللي انت هتحتاجه. الجهاز التالت معانا هو البورد بريتوم، واللي يعتبر الابن الروحي لجهاز تاني اسمه الماجنتيك مالت. كان بيتركب عليه تيبس معينة زي التشيزلز او الاوستيتومز او البريتوم زي ما هو باين في الجهاز ده هنا. كل الفكرة منهم ان اول ما انت بتضغط على الفوت كنترول، في نوع معين من الشوك او الصدمه بتتنقل للتيب دي فبتخليها تعمل كات، كانك خبطت عليها بمالت بالظبط. حاجه كده فكرتها قريبه من فكره الحفار اللي بيستخدم في الانشاءات بتاع الطرق والمباني. الجهاز اللي بعد كده اسمه لاكسيتور الاكس، وده عنده تيب شبه البريتوم بس اكبر شويه، متصله بهاند بيس، ينفع ان هي تركب على الامبلانت موتور. كل الشغلانه بتاعها ان هي بتحول الروتيشنال موفمنت بتاع الامبلانت موتور لفيرتيكال فايبريشن موفمنت. الموفمنت دي بتساعد التب انها تخترق البريدونتال ليجمنت سبيس بشكل اسرع من المانيوال بريتوم. طبعا فايبريشن زي دي الفريكوانسي بتاعها قليله جدا، ده معناه ان هي مش بتولد اي حراره اثناء استخدامها، وما انتش هتحتاج ان انت تستخدم الريجنت اثناء الشغل باللاكسيتور الليكس. الجهاز اللي بعد كده يبقى شغال بالتراسونيك فايبريشنز، بمعنى ان هي فريكوانسي وفايبريشن عاليه جدا، هتسبب فريكشن اكبر بكتير، وده هيعمل هيت جنريشن. الهيت دي ممكن تسبب ثيرمال نيكروزس لو ما استخدمناش معاها كولنت. الجهاز اللي بنتكلم عنه هو البيزو سيرجري. البيزو سيرجري هاند بيس فيها تيبس بتستخدم للاتروماتيك اكستراكشن اسمها EX1 و2 و3. شكلها عامل زي البليد، وعن طريق الفايبريشنز بتاع البيزو سيرجري ديفايس تقدر ان هي تدخل اسرع في البريدونتال ليجمنت سبيس وتقطع البريدونتال ليجمنتس في وقت اقل من المانيوال بريتوم. حل مشكله الهيت جنريشن في اننا بمجرد ما ندخل بالبليد جوه البريدونتال ليجمنت سبيس لازم نطلع بسرعه عشان نسمح للايرجنت اللي هو يلمس البليد ويبردها. في حتى ناس بتقول ان احنا لازم نشتغل واحنا فاتحين فلاب بحيث ان الايرجنت يلمس البون بشكل مباشر. خامس جهاز هو الانكر اند بولي ديفايس.
والفكرة ان احنا بدل ما نستخدم فورسبس عشان نمسك الروت من بره، فاحنا نستخدم سكرو عشان نعمل انجيجمنت في الروت كانال ونبقى مسكنا السنة من جوه، فنبقى تجنبنا الضرر اللي ممكن يحصل للمارجنال بوند. هنبدأ بإنسيجن للجينجيفال فايبرز عن طريق البريتون، ثم لكسيشن بسيط عن طريق الإليفيتور، بعدين نتخلص من أي جاتبرك فضلة في الكنال، ونوسع الكنال عن طريق دريل مخصوص جاي مع الكت عشان تبقى مناسبة لحجم السكروز اللي هنستخدم. بعد ما نثبت السكرو في الروت كنال بنوصله بواير موجود في الجهاز بيشد السنة in pure vertical direction لحد ما تخرج من السوكت. رقم 6 هو الانكور اند ليفر ديفايس، وده شبه الديفايس اللي فات مع اختلافات بسيطة. بنبدأ برضو بتوسيع الروت كنال عن طريق دريل، بعدين بنختار السكرو اللي حجمه مناسب للكنال وبنثبته كويس. الكيت بتاع الجهاز بيجي معاه سكشنال تري فيها فتحة بيخرج منها السكرو، كل مهمتها ان احنا بنملاها امبريشن ماتيريال عشان نعمل لها ادابتيشن على المنطقة بحيث تشتغل زي التفلون باد اللي كانت موجودة في الجهاز اللي قبل كده. بعد كده بنوصل السكرو اللي باين من التري بجهاز له 2 arms، 1 arm بيسند على التري نفسها والارم التاني بيشد السكرو ان كرونال دايركشن. رقم 7 هو البروكسيميتر، وهو الوحيد من السبع تكنيكس اللي اتكلمنا عليهم اللي بيعمل اكسبانجن للسوكت، لكن على الرغم من كده يظل اتروماتيك اكستراكشن تكنيك، لان احنا المره دي بنعمل اكسبانجن للبروكسيمال وولز. المنطق في الموضوع ان بعض الحالات بتضطرنا ان احنا نعمل اكسبانجن للسوكت عشان نقدر نطلع الروت، حالات زي السيفير كيرفتشر وزي الهاي بون دنسيتي. التشابه ما بين الاليفيتور والبروكسيميتر في ان الاثنين عندهم ريجيد وركينج اند، لكن يختلفوا في ان الوركينج اند بتاع البروكسيميتر اصغر بكتير، دليل ان منها اشكال كتيره بتسهل ان هو يستخدم في الانتر بروكسيمال اريا عشان يعمل اكسبانجن فقط في الانتر بروكسيمال بون. زي ما قلنا قبل كده اهم تيب ديزاين في البروكسيميتر هو السبيد بروكسيميتر، الشكل التيب بتاعه عامل زي المثلث. طبعا من الواضح ان الاكسبانجن ان ميزيدستال دايركشن بدل باكولينج وال دايركشن، بالتالي بنتفادى اي دامج ممكن يحصل في الباكل بليت اوف بون. واخيرا الفيزيكس فورسبس، ده لا يعتبر طريقه من طرق الايتروماتيك اكستراكشن، لكن هو كونسبت مختلف عن الكونفنشنال اكستراكشن. التيب ديزاين بتاعها مختلف تماما عن الكونفنشنال فورسبس، جزء ميتال رفيع وكيرفيد عامل زي الخطاف، والجزء التاني سيليكون باد كيرفيد وتراينجلر تشتغل كانها سنتر اوف روتيشن. الفكرة ان الجزء المعدني هيكبر السن على انها تتحرك في مسار دائري، مركزه هي الرابر باد واللي هتكون مرتكزة في الوقت ده على الباكل بليت اوف بون وعامله لها سبورت.